يقول صاحب القصة: كنت محامي ومرت علي مئات القضايا وعشت كثير من الأحداث في العديد من المحاكم حول البلاد، لكن في ذلك اليوم كانت هناك قضية من نوع آخر، قضية هزتني من الداخل وخلتني أراجع كثير من حساباتي. بينما كنت أنا وموكلي بانتظار عرض قضيتنا على القاضي، كان هناك قضية هي في الترتيب قبلنا. دخل رجل في 70 من عمره، وكان إلى جواره أخوه اللي كان في 50 من عمره، وكان ما بين الأخوين أمهم الكبيرة في السن اللي عدت 100 سنة. كان كل واحد ماسك بيد، وكان الكل بيحاول يمشيها خطوة خطوة. كان منظر مؤثر، أم مع أولادها، الكل بلغ من السن عتية. وقف الكل أمام القاضي. سأل القاضي الابن الأصغر، قال: أنت رفعت قضية على أخوك، وما هي دعواك؟ قال: يا سيادة القاضي، هذه أمي وهذا أخي الكبير. أمي جالسة عند أخي الكبير أكثر من 50 سنة من حين وفاة الوالد. أخي عمره ما قصر معها في أي شيء، ورعاها وقام بالواجب. لكن بالنسبة لي أخي كان ظالم لي وأناني، لأنه أخذ أمي مني، ما ترك لي فرصة إني أبر بوالدتي أو أقدم شيء قبل فوات الأوان. اتجه القاضي إلى الأخ الكبير وقال له: ما رأيك في كلام أخوك؟ قال الأخ الكبير: كلامه صحيح يا سيادة القاضي، أمي جالسة عندي طول هذا المدة، وأنا حاول إني أبر بها وارعاها، لكن هو أيضا كان ابن بار بوالدته، كان يأتي يزور أمي وما قصر معها في أي شيء، والآن يشتي يأخذ مني أمي بعد هذا السنين كلها ويحرمني من طاعتها. أمي هي كل حياتي، وما أسمح لأي أحد يأخذها حتى لو كان أخي. اتجه القاضي إلى الأم وسألها، قال: يا والدة، الرأي رأيك والقرار قرارك، عند من تحبي تعيشي؟ نظرت الأم إلى الابن الكبير وقالت: هذا عيني اليمين، ونظرت إلى الابن الصغير وقالت: وهذا عيني اليسار، كلهم عيوني يا سيادة القاضي. بعدها نطق القاضي بالحكم وحكم أن الأم تروح تعيش مع الابن الصغير، لأن الابن الكبير أخذ المدة الكافية في رعاية والدته، وأصبح كبير في السن ويحتاج هو إلى الرعاية. وبعد ما سمع الابن الكبير هذا الحكم نزل على رجل أمه وكان يصيح ويبكي بأعلى صوته: لا تحرموني أمي يا ناس. وبعدها نزل الابن الصغير واحتضن أخوه وكان يبكي ويقول له: وأنت يا أخي لا تكون أناني، لا تحرمني بر والدتي. وبكى القاضي وكل الحاضرين في القاعة، وكانت أجمل وأبلغ صورة للبر بالوالدين.